دعت مصر وإسبانيا وبلجيكا إلى ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إليه. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر عقد في القاهرة إن المباحثات تناولت مرحلتين الأولى تتعلق بالتطورات الجارية في غزة حاليا من مواجهة عسكرية، والثانية بالنتائج التي تتم على الأرض فيها والإجراءات التي تحتاج إلى التحرك بفاعلية أكثر. وأكد السيسي أن معبر رفح البري لم ولن يغلق من أجل السماح بدخول المساعدات وخروج الأسرى وحاملي الجنسيات الأجنبية، وهي أكثر من 30 دولة.